عقد وفد مجلس النواب الذي سيقوم بزيارة رسمية إلى مجلس النواب جمهورية أندونيسيا الصديقة اجتماعا تنسيقيا صباح اليوم برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، حيث تمت مناقشة استعدادات الزيارة التي من المقرر انعقادها خلال الفترة من 29 إلى 31 من مارس الجاري، وبحث الترتيبات المتعلقة ببرنامج الاجتماعات واللقاءات الرسمية المصاحبة للزيارة. نقوم بزيارة لجمهورية أندونيسيا. أندونيسيا مثل ما تعرفون دولة من أكبر الدول الإسلامية، وإحنا في مملكة البحرين يهمنا أن نقيم علاقات قوية بين مملكة البحرين والجمهورية الأندونيسية. راح يكون هناك زيارة لمدة 3 أيام مع معالي الرئيس، راح يلتقي مع رئيس البرلمان الأندونيسي، وراح يكون هناك التبادل ما بين المواضيع ذات العلاقة في الموضوع التشريعي بالنسبة حق العمالة اللي موجودة في البحرين، سواء عمالة خدم المنازل أو العمالة اللي في القطاع الخاص. هاي من جانب. من جانب آخر راح يكون هناك لقاءات مع على جانب الاجتماعات، راح يكون هناك بين اللجنة المالية في مملكة البحرين بالبرلمان البحريني مع اللجنة المالية في أندونيسيا. مثل ما نعرف هناك في عندهم لجنة مالية وعندهم لجنة اللي هي الموازنة، فراح يكون اجتماع مع اللجنة على جانب اجتماع اللجنة الاجتماع العام مع رئيس البرلمان الأندونيسي. وكذلك راح يكون هناك طرح بعض المواضيع اللي تهم الاستثمار ما بين البحرين وما بين اندونيسيا، وراح يتم مناقشتها ان شاء الله في هذا الاجتماع ما بين رئيس مجلس النواب ومن رئيس مجلس النواب الاندونيسي. طبعا تاتي زيارتنا لاندونيسيا من منطلق العلاقات المتميزه بين البلدين، وكذلك التعاون بين مجلس النواب البحرين ومجلس النواب الاندونيسي. بتكون من ضمن البرنامج طبعا لقانا مع لجنه الصداقه الاندونيسيه وكذلك وزير العمل. راح نتطرق الى المشاريع والقوانين اللي خدمتها مملكه البحرين المتطوره فيما يتعلق بالعمال، وكذلك عندنا مشروع العمل في القطاع الاهلي، وما خدمت مملكه البحرين الى من تسهيلات وضمانات لضمان حقوق العامل الاجنبي. واعتقد ان احنا عندنا الان مشروع مهم كذلك نشتغل عليه، وهو مشروع او قانون خدم المنازل. الان هذا المشروع صار لنا فتره في اللجنه وقاعدين نعمل عليه بحيث ان احنا نقدم مشروع متطور ونقارن مع الدول المحيطه ما بين اللي عندها هذه القوانين وندرس الايجابيات والسلبيات. وكذلك عندنا مواضيع مهمه ناقشناها ما يتعلق بالعماله الوافده. نحن طبعا يجب ان نتنظم هذه الحقوق تكون عماله وافده او عماله متعاقده، وكل هذه الامور راح نناقشها ان شاء الله مع وزير العمل في اندونيسيا، وكذلك راح نشوف هم ما يملكون من قوانين ممكن ان احنا نتعاون فيما بيننا لتقديم الشيء الافضل اللي يحفظ حقوق العمال الموجودين في مملكه البحرين.